للتعليق على موضوع التسقيط السياسي، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الإعلامي العراقي مكي النزال. أهلا بك سيد مكي. أهلا بكم ومرحبا. سيد مكي، كيف تقرأ حملات التسقيط السياسي المتبادلة في العراق؟ حقيقة أنتم قلتم الكثير وغيركم آخرون قالوا كذلك، لكن أنا يدور في رأسي سؤال منذ أول فيديو نشر عن هذا الموضوع. من الذي يقوم بذلك؟ يعني هذه الجهة ليست جهة اعتيادية. يعني لغاية الأمس الذي نشر أو هدد بنشره 11 شريط فيديو لمرشحات أو بعضهن نائبات قديمات في البرلمان. نعم. التساؤل هو من الذي يقوم بذلك؟ من الذي يريد العراق أن يبلغ حضيض الحضيض بعد أن بلغ الحضيض سياسيا؟ أعني هو ربما هذه المنظومة الأخلاقية وترتبات هذه الفيديوهات أو غيرها من الأساليب المعتمدة خلال التسقيط السياسي في الانتخابات التي يشهدها العراق لديها انعكاسات من الطبقة الحاكمة التي بطريقة أو بأخرى هي المسؤولة عن انتشار مثل هذه الظواهر، تنعكس على الشارع العراقي. كيف يعني، ما هي أبرز الانعكاسات ذلك من الطبقة الحاكمة إلى الشارع؟ الحقيقة أنا لي رؤية ربما مختلفة قليلا. هم يأسوا من الانتخابات، فجاءوا بوجوه جديدة مستغربة جدا لا تصلح للسياسة، ثم سقطوها بطريقة أو أخرى. ربما سقط بعضهم الآخر. الشارع محبط جدا وثائر جدا ومنفعل جدا، لكنه في ذات الوقت مشغول جدا بهذه الأشرطة ونسي لب القضية، وهي أنه يجب على هذا الشعب أن يقول غيروا هذه العملية السياسية برموزها وقوانينها ودستورها ورخصها وحضيضها ونتنها. المواطن يجب أن يدرك أن الذي يحصل هو إشغال له بطريقة أو بأخرى. نعم، لقد بلغت هذه المنظومة حضيض الحضيض، ولم يعد ممكنا لها أن تحكم إلا بأرخص الأساليب، وهذه عينة من ما يفعلون بهذا الشعب وبسمعة هذا الوطن الكبير. الحقيقة أنا أيضا أريد أن أدعو إلى عدم تداول هذه القباحة بالشكل الذي تتداول به الآن، لأننا شعب لا ينشر الفاحشة. نحن نعترض، نعم، ننوه لذلك، نقول أنهم هؤلاء فاسدون وأننا لا نريدهم، ولكن علينا أن نضيف أننا لا نريد هذه العملية السياسية أن تستمر، وعلى أمريكا التي تتظاهر بالبراءة الآن من المشهد العراقي أن تغير هذا الوجه القبيح الذي سيد مكي جاءت به قناعا للعراق. في هذا السياق، لم يسبق للمجتمع العراقي أن شهد مثل هذه المظاهر فيما مضى. ما رأيكم في الواقع الحالي بهذه المعطيات الدخيلة سواء عن العراق والعراقيين أيضا؟ الحقيقة أن العراقي، يعني عموم الناس، إعلام النخبة وبعض النخبة أيضا، ربما تأثرت، يعني مستغرب ومصدوم لما يجري ولما يجري عليه يعني تأثيرات سلبية جدا، لأن هذا المواطن أصبح يفكر أن بلده ضاع، وهذا آخر حصن له وشرف العراقيات وسمعة العراق وكذا، الآن ينهار. ولكن علينا أن ننبه هذا المواطن أن هذه الوجوه وهؤلاء الذين في المنطقة الغبراء لا يمثلونه. يجب عليه أن يلغي هذا الشيء من باله، عليه أن يقول المنطقة الخضراء وكأنها دولة أخرى، هي ليست عراقية، الأرض عراقية نعم والمباني عراقية، ولكن الوجوه والأشخاص
والأفعال ليست عراقية، فعلينا أن نركز على ذلك ونقول لهذا العراقي أنت ما زلت ذلك الشهم الغيور الطيب الخلوق، فلا يؤثر عليك بهذه الأفعال المشينة المستوردة والغريبة المنشأ. يعني أنا لا أزال أركز على قضية من فعل هذا بهذا الشكل الجماعي. أشكرك جزيل الشكر الإعلامي العراقي مكي نزال، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.